مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، قناه الشعب، قناه صوت لمن لا صوت له، قناه مظلومين وفتح المستور وتبيين الحقيقه. ودائما في قصه شناء شابه الوسيمه، الشابه اللي كانت الضحكه ديالها ما كتخطيهاش من الفم ديالها، الشابه اللي دوزنا معها منذ الصغر ديالها. غنحكي قصتي انا معها رغم انها يعني كانت كندرس نفس الدراسه كندرس فيها. شابه يعني كانت تحيده من فمها واش عطاها الفم يعني لواحد اخر. شابه سناء اللي كاملين تصدمنا في المود ديالها من بعد ما انه ضرب العاشق ديالها ببوطه، والضربه اللي ضربها هي اللي اثرت عليها في الموت ديالها. كما شفتوا تبعتوا معنا لكل الاطوار وكل جلسه ديال شابه سناء. هذا المجرم، هذا القاتل، هذا اللي خاصو ياخذ اقصى العقوبات. ما يمكنه، هذه رساله للرجال القضاء والناس يعني المسؤوله، خاصو ياخذ اقصى العقوبات، لانه ماشي قتل غير سناء، قتل حتى الجنين اللي في البطن ديال سناء، خليه الام ديالها هي تعاود لكم شنو طرا. السلام عليكم. السلام. رحمة بعد غياب طويل ديال سناء الله يرحمها. الله يرحمها. واه سناء ما بقاش تعوض سناء، الله يرحمها ويسالها. سمعنا بان هي البنت الوحيده اللي كانت كتبين لك بزاف. واه عزيزه عليا بنتي، وبنتي ما تعوضش. حتى واحد ما يجي في بلاصه سناء، الله يرحمها ويسالها. يعني اليوم كانت الجلسه اليوم، عاودي قربينا شنو وقعت الجلسه. كانت الجلسه اليوم، اليوم كنا حاضرين. ودابا حنا اللي درنا الاستقالة ديالنا باش أجلناه السيمانة يدوز، حتى أنا بغيت حق بنتي يبان. أنت باغي إلى الحق بنتي؟ أنا باغا حق بنتي. حائل حاليا العائلة ديالو هو شنو كيقول في هاد الشيء؟ هو ما هدرش، غير سولوني صافي ملي حنا دفعنا الاستقالة ديالنا، حنا تيباش يأجلوه باش يبان الحق ديال بنتي. كنطلب من حق بنتي يبان. انا ما باغا حتى شي حاجه، بغيت حق بنتي بان. كيجيك الشك شي بعض المرات، تقدر مثلا الحكم اللي غياخذ ما يرضيكش انت. انا كنطلب ناخذ حق بنتي، ما تتش على روح، راه بنتي وبنت بنتي، راه مجوج رواح، راه ما تمكنش باش بنتي ما يبانش حق. يعني هذه اللي بغيت الناس يفهموها، انا راه ماشي قاتلو غير سناء، قاتلو حتى الجريش عندهم شهر. ما قدرتش نقول لك. انا سمعت عندهم شهر مشهور. اه ما قدرتش نقول لك. فهمتي، ما قدرتش، ما عرفتش. وبنتي السبب القتل، السبب تيلاد البوطه بنتي اللي قتلتها، بنتي ضربت الراس اللي داتها، ما عندها حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما كتحسس بها غير الراس. وكنطلب اليوم المسؤولين ياخذوا لي حق بنتي. مشيت شفت اخبار ديال سناء؟ مشيت كنمشي نزورها. باقا الكيه ديالها باقا باقا باقا، شيت بنتي ما تبردش، ما عمر شيت بنتي تبرد، وما عمر بنتي تعوض، وما عمر بنتي باقا غنشوفها. سمعناهم وأنا... انهم بغاو ياخذوا العمر ديال بنتي مقابل المال، ولكن ترفضت ما غاتبغيش. انا باغا حق بنتي، انا حتى حاجه ما غاتجيني في بلاصه بنتي. فهمتي، حتى حاجه ما غاتجيني في بلاصه بنتي. انا اللي كنطلب باغا حق بنتي، ما باغا انا حتى شي حاجه. حنت علاش؟ حنت امك كتقول لك تي لا دخلتي، انا كنخرجو، واخا دخلوا انا نخرجو. حنت هي ولدها بقى حي، واخا يدوز الحبس راه غتشوفو، انا بنتي راه ما عمرني غنشوفها. ونطلب من المسؤولين ياخذوا لي حق بنتي، انا كنطلب باغا حق بنتي. سمعنا ان احد اللي كان عند القاضي تحقيق قال لهم الضربه ديال سناء كان طاحت في العرس، مش انه يتبرع، مش انه يتبرع من ديك الضربه. ما عمر بنتي طاحت، ما عمر بنتي تحست بشي حاجه بنتي. وانا ما عنديش باقا نهضر، عندهم كلشي، شريح فيه كلشي. هذاك الشريحة خرجت فيه الضربة دات الراس اللي قاتله، والضربة دات العين. ما عنديش، ما غنكذبش عليهم. شنو كتمني هذا القاتل هذا اللي رزاك في بنتك ورزاك في بنت بنتك؟ أنا كنطلب ناخذ حق بنتي. أنا باغا حق بنتي. قلتي واحد الكلمة اللي أثرت في المغاربة، هي لو كان جات مو غير عندك قالت لك يعني. ما جاتش عندي، ما الآن الآن مو معمرها قالت لي هي تا كي دايره بنتك، ولا جات عندي، ولا ما عمرها جات عندي، ماتت وما جاتش عندي، ما عزاتش. احد دم اللي كانت في السبيطار جات دار الدوره، دخلت السبيطار وزادت. صافي هذا هو الشوفه اللي شفت فيها حال. بقى فيا الحال، علاش ما بقاش فيا الحال؟ بقى فيا الحال. جوج سيمانات ويلوح في السطوريات، جوج سيمانات ويلوح في السطوريات، وانا قاتل جوج رواح ما يشتروح. الكلمه اللي كنطلب منهم، طلب من المسؤولين ياخذوا لي حق بنتي. انا ما نسمحش في حق بنتي.
كما سمعتوا مشاهدي الكرام، كنتمنوا لهذا المجرم لهذا القاتل لهذا دون اصول، كنتمنوا لاقصى العقوبات. رغم الام ديالو كتقول انا عندي نفوذ وانا عندي وعندي وعندي، ولكن الحمد لله حنا تيقين في القضاء ديال النزيه، وباقيين غنتبعوا اطوار القضيه بتدقيق بتدقيق حتى ياخذ الحكم اللي يستاهل واللي يريح الام ديال سناء وريح سناء حتى هي الله يرحمها في هذا النار هذا. وبهذا نتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امان الله، الى اللقاء.